إلى ذلك وضعت المقاومة الوطنية بتشييع رسمي وشعبي ركن هندسة اللواء الرابع حراس جمهورية الملازم عبد الحكيم محمد ناجي الصوفي الذي ارتقى شهيدا بلغم أرضي أثناء مزاولته مع زملائه عملهم الإنساني في تطهير المناطق والأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة من حقول وشبكات ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإجرامية قبل دحرها. وسار موكب التشييع وسط مدينة المخا وصولا إلى فردوس شهداء حراس الجمهورية حيث وري جثمانه الثرى مع من سبقوها. وقد أشاد المشيعون بالأدوار البطولية والإنسانية للشهيد البطل عبد الحكيم الصوفي الذي كان من أوائل الملتحقين بالمقاومة الوطنية، وتقديرا لخبراته تم تعيينه ركن هندسة اللواء الرابع حراس الجمهورية. نحن اليوم نشيع جنازة الشهيد البطل الحر عبد الحكيم الصوفي الذي ساهم في الساحل الغربي بتحرير كل بقاع الساحل الغربي بتنكيل العدو شبر شبر، وإنا على خطى الشهداء سائرون إن شاء الله. هذا الشهيد البطل وكل شهداءنا أبطال استشهد أثناء تأدية واجبه وهو يقارع الكهنوت الحوثي داخل مدينة الحديدة. ونعاهد الله ثم القيادة السياسية إننا الماخون على نهج الزعيم رحمة الله عليه. عهدنا لكل شهيد نال الشهادة وهو يقاتل من أجل الدين والوطن ومن أجل الجمهورية والديمقراطية والحرية والعزة والكرامة، وعلى رأسهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والشهيد الأمين عارف عوض الزوكا. بالروح بالدم نرتيك يا يمن، بالروح بالدم نرتيك يا يمن، بالروح بالدم نرتيك يا